اعتقلت قوة نظام مساء أمس الاثنين أحد السجناء المفرج عنهم من سجن حمالة مركزي، وذلك بعد يوم من إطلاق سراحه مع سجناء آخرين بناء على اتفاق بين المعتقلين وممثلين عن النظام. وقالت مصادر مطلعة إن دورية تابعة للمخابرات العسكرية التابعة للنظام قامت بإعادة اعتقال المفرج عنه أحمد نواف شعيب أثناء توجهه إلى سكنه في ريف دمشق. ومن جهة أخرى، أقدمت إحدى الجهات الأمنية التابعة للنظام بمداهمة منزل أحد المفرج عنهم من السجن دون اعتقاله بسبب عدم وجوده في منزله في تلك اللحظة. وكان اتفاق مبرم بين السجناء وممثلين عن وزيري العدل والداخلية في حكومة النظام قضى بإنهاء العصيان مقابل شروط من قبل المعتقلين، أبرزها إعادة كافة مقومات الحياة إلى السجن وإطلاق سراح كافة المعتقلين الموجودين لصالح محكمة صيدنايا ومحكمة الإرهاب. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الصحفي السوري صخر إدريس. بداية، أهلا بك أستاذ صخر. مرحبا. يعني أستاذ صخر، النظام أعاد اعتقال أحد السجناء المفرج عنهم من سجن حماة، هل يعتبر ذلك خرقا للاتفاق المبرم أمس؟ الصراحة هون هذا اللي نحن اللي عم نشوفه، امبارح تم اعتقاله بعد إخلاء سبيله. هذا الموضوع أدى إلى إعادة توتر في سجن حماة، يعني اعتبر المعتقلين أنه هذا الاعتقال يشكل بادرة أو إشارة سيئة لجهة التزام النظام ببنود الاتفاق. أحد الجهات الضامنة للاتفاق يعني ادعت أنه أو حاولت طمنت المعتقلين وطلب مهلة حتى صباح اليوم لإطلاق سراح نواف أحمد نواف. هلا حاليا نحن في متابع الموضوع، قد يفرج عنه في الدقائق، لن أقول الساعات، الدقائق القادمة للمعتقل هذا، وأكيد سيكون التبرير أنه خطأ حصل، ولكن هو أعتقد الضغط اللي صار من خلال المعتقلين أنه عاد التوتر وعاد يعني إضافة إلى البيانات اللي طلعت بالإضافة إلى نشر هذا الخبر، أعتقد هذا شكل ضغط كبير على النظام في أنه هذا خرق واضح وفاضح للاتفاق. نعم، طيب ما هي آخر المعلومات المتوفرة لديكم عن أوضاع المعتقلين في سجن حماة ومدى التزام النظام بتنفيذ تعهداته وفق بنود الاتفاق؟ هون يعني نحن عندنا خبرة بهالموضوع هذا، أنا عم بحكي عنا خبرة كسوريين، أنه النظام دائما ما يحاول التملص من أي اتفاق في هذا الصدد، أنه يحاول المعتقلين أيضا ضغط بهذا الاتجاه بأنه يتم الاتفاق، لكن ليس هناك ضامن حقيقي لغاية الآن لتنفيذ بنود الاتفاق. الكهرباء والمياه، عادة الكهرباء والمياه السجن، تم هناك وعود أنه سيتم النظر، وهي مهمة جدا، يتم النظر في قضية المحكومين بمحكمة الإرهاب، ولكن تم الاشتراط بشكل داخلي أنه أن يقدم تقديم طلب للوزارة، الوزارة على أساس أنه ينتظر طلب استرحام أو طلب استعطاف للوزارة لإعادة النظر في محكومياتهم. هذا قد يعيد إلى الأذهان، قد نعود إلى موضوع هنا مهم جدا، قد نعود إلى موضوع الرشاوى غير المباشرة والمساومة غير المباشرة في دفع مبالغ مالية من قبل المعتقلين إلى النظام أو إلى بعض عناصر النظام أو ضباط النظام. يعني أنه ممكن سنقوم بتنزيل المحكومية إلى النصف في حال دفعت مبلغ كذا وكذا، والسوريين لديهم خبرة طويلة أو باع طويل من الخبرة في هذه المساومة. نعم، يعني ذكرت حضرتك أنه لا يوجد ضامن لالتزام النظام ببنود الاتفاق، يعني إذن ما هو الضامن أمام السجناء خاصة في ظل غياب أي جهة دولية أو حقوقية أشرفت على يعني خاصة في ظل غياب وعدم إشراف أي جهة دولية أو حقوقية أشرفت على الاتفاق؟ هلا هناك من يطالب السجناء أنفسهم، يطالبون بتدخل منظمات دولية، يطالبون بتدخل الصليب الأحمر، يطالبون بتدخل ضمانات جهات حقوقية. للأسف النظام يتذرع بأنه هذا الموضوع شأن داخلي أو هذه ما يحصل شأن داخلي، في حين لو عادت بنا الذاكرة قليلا نرى أن النظام قبل تدخل الصليب الأحمر في المفاوضات مع جبهة النصرة بخصوص الراهبات في صدنايا أو معلولة كما نذكر جميعا. يعني النظام يحاول التملص من أي اتفاق، يحاول الهروب من أي اتفاق أو إيجاد ضامن. المعتقلين أو المعتقلون يحاولون أيضا الضغط من جانبهم بأنهم يريدون جهة دولية ضامن الاتفاق، خوفا من ردات فعل الانتقامية
بعد ان تهدأ او بعد ان يقدم النظام لغايه الان ضمانات شفهيه. في حال تم الاتفاق على هذه البنود، هذه تم تنفيذ جزء من بنود هذه الاتفاقيه، يخشى لاحقا من اجراءات انتقاميه بحق المعتقلين. نعم، شكرا لك. الصحفي السوري صخر إدريس.